الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين. تحياتي لكم. أثيوبيا بتعلن اليوم بناء سد جديد لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه بإقليم أمهرة. طبعا معنى ذلك ان هو على السد النيل الازرق. وضعت اثيوبيا اليوم السبت اليوم حجر الاساس لسد جديد بتكلفه ماليه قدرها 125 مليون دولار بمنطقه شمال شوا بإقليم أمهارة. تصل طاقته التخزينية إلى 55 مليون متر مكعب من المياه وفقا لهيئة الإذاعة الأثيوبية. أن السد سيطلق عليه اسم أجمى شاشة. أجمى شاشة هيتخزن خلفه كمية من المياه تعادل كل حصة مصر السنوية. يعني بمعنى أصح إن أجمى شاشة هيعطشنا بعون الله. قالت شبكة العين الإخبارية إنه شارك في مراسم وضع حجر الأساس كل من وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي ورئيس إقليم أمهرة. كما يبلغ ارتفاع السد الذي تهدف منه أثيوبيا للزراعة المروية 45.5 متر. سد هيرتفع لخمسة وأربعين ونص متر بطول 371 متر. من المتوقع أن يكتمل بناء هذا السد في غضون 3 سنوات بتكلفة مالية 5 مليارات بير، يعني نحو 125 مليون دولار. السد ده بتبنيه شركة الهندسة المدنية الصينية CCEC بالتعاون مع مؤسسة أعمال المياه والبناء التابعة لإقليم أمهرة. وشوفوا الصين الصديقة العظيمة بتبني سد يعطشنا. سد عظيم جدا بيعطشنا. ويشار إلى أن هذه أن آخر السدود الجديدة التي شنتها أثيوبيا مشروع كويشة للطاقة الكهربائية ولا قدرة توليد تبلغ 2160 ميجا وات. ويتم بناء المشروع في كويشة بإقليم شعوب جنوب أثيوبيا المحاذي لكينيا في منطقة تحمل نفس اسم سد بتكلفة 2.5 مليار يورو. وبتقوم ببنائه شركة ساليني الإيطالية. أثيوبيا بتحاول أن تستأثر وحدها بمياه الأمطار اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها تهبط على أراضي أثيوبيا لتغذي البلاد المجاورة. بتعطش كينيا وعطشت الصومال وبتحاول تعطش السودان ومصر. أثيوبيا بتعمل عمل إجرامي كبير جدا وبتعلن الحرب على المنطقة كلها رغم أن أثيوبيا أصلا دولة ضعيفة جدا عسكريا اجتماعيا وسياسيا وشديدة الفقر. من أين تستمد أثيوبيا قوتها؟ شيء غريب وعجيب جدا. يعني بلد
ضعيفة للغاية، ولكنها بتتصرف بتصرف كأنها دولة عظمى. مش فاهم أنا أمريكا أثيوبيا الدولة الضعيفة دي بتدمر الدول المحيطة. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.